الحمد لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العلام الذي من علينا بأن هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وبين لنا ذكرنا في كتابه المبين وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم شرائع الدين من الحدود والأحكام والحلال والحرام وميز بين الحق والباطل والهدى والضلال فقامت به الحجة على المعتدين وله سبحانه وتعالى المنة الغامرة والنعمة السابقة والحجة البالغة على جميع العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لما يشاء واستحملهم فيما يشاء رحمة وفضلا وحكمة وعدلا ليدل بذلك على عظيم قدرته على عظيم قدرته الباهرة وعلمه المحيط ومشيئته الغالبة وشؤونه الباطنة والظاهرة خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون وهم في جميع ذلك لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقريبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين وجعله سيد المرسلين وأكرم التابعين واللاحقين وأول الشافعين المشفعين وعلى آل بيته الأكرمين وصحابته الأئمة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فهي وصيته للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون إن الدعوة إلى الله وإلى سبيله وطاعته وصف الأنبياء والمرسلين واقتدى بهم ورثتهم الكمل من العلماء العاملين والأولياء والصالحين من عباد الله المتقين فلم يزالوا على كل حال وفي كل زمان وحين يدعون الناس إلى سبيل الله وطاعته بأقوالهم وأفعالهم على غاية من التشميل والجد في ذلك ابتغاء لمرضات الله تعالى وشفقة على عباد الله ورغبة في ثواب الله وابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد ورد في ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة قال جل جلاله فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى سبيل ربك إلى دينه وطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة لأهل الاختصاصات الخاصة من أهل العلم والأمراء ومن شاكلهم وأما الموعظة الحسنة فهي تخص عامة المؤمنين من الجهلة وعوام الناس وأما وجادلهم بالتي أحسن للمخالفين من اليهود والنصارى والكفرة ومشاكلهم أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعى جميع الطبقات الإنسانية إلى عبادة الله وطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهكذا دعم عليه الأنبياء والمرسلون والعلماء والأخيار لا يزال دائما في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين سواء كان موافقا أو مخالفا وهو أمر الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد أن يكون الداعية متصلحا بتعليم الشرائع الدينية حتى يكون على بصيرة من أمره وبينة من ربه. فهكذا كان أهل الدين وأهل العلم والأحياء بين الخلق وبين الخالق يدلون الناس على الله وعلى سبيل الله وطاعة الله شفقة على عباد الله وابتغاء لثواب الله سبحانه وتعالى حتى فازوا بخير الدنيا والآخرة وجعلهم الله أئمة يهدون إلى الحق وإلى صراط مستقيم وجعلناهم أئمة يهدون من أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فهكذا يطلب من كل مسلم ومن كل مؤمن أن يكون دالا على الله في أحواله وأفعاله وأقواله حتى يكون من حزب المفلحين حزب الله المفلحين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأما الأحاديث الواردة في هذا الشأن فكثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها ولا استقصاؤها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال عليه السلام: الدال على الخير كفاعله. وهكذا كانت الأمة دائما وأبدا منقسمة إلى قسمين: قسم ينفع الله به مما أتى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم لم ينفعون بذلك رأسا بل اشتغلوا بدنياهم وأمور أنفسهم الخاصة. ثبت في ذلك في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل قيس أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان من الأجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي ميعان لا تنبت كلى ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني له به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا كان بعض الناس شغلهم الشاغل الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الخير، ويهتمون بذلك أكثر اهتمام ويمضون بذلك أكثر أوقاتهم حتى أوقات راحتهم ونومهم يتركونها لأجل الله لإسعاد الناس في دين الله سبحانه وتعالى حتى يفوزوا بثواب الله. ومن الناس من شغلتهم الحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لم يهتموا بأنفسهم ولا بغيرهم، فهم يأكلون ويشربون كالبهائم لا يفكرون لا في إنقاذ أنفسهم ولا في إنقاذ إخوانهم، بل هم عباد الفضول لا يهتمون إلا بما تشتهيه أنفسهم، وهؤلاء أمثالهم أمثال البهائم والعياذ بالله. البهائم تأكل وتشرب وتنكح، وكذلك الإنسان إذا شابه بهذه البهائم في أكله وشربه ليس له اهتمام وليس له فكر وليس له جهد في دين الله سبحانه وتعالى، فهو يشبه البهائم لا يكون إنسانا، يهتم بجسمه يهتم بمظاهره يهتم بما ينمي قدرته الجسمية ولكن لا يهتم بروحه ولا يهتم بأخلاقه ولا يهتم بما يؤذي الله سبحانه وتعالى. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالجسم بالنفس لا بالجسم إنسان. فهكذا الإنسان لما يهتم بنفسه وبجسمه ينزل ينحط إلى مرتبة البهائم. أما إذا كان علي الهمة يهتم في أمور حياته الأخروية يهتم بما يرضى الله سبحانه وتعالى بما يؤديه في أمر دينه فهذا هو الفائز في الدنيا وفي الآخرة. ينبغي على المؤمنين أن يهتموا بأمر الله يهتموا بإقامة حدود
الله ويهتموا بإقامة شعائر الله ويعظموا شعائر الله. ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما الذي لا يؤمن لذلك بالا ولم يقبل هدى الله الذي أرسله به الأنبياء والمرسلون فهذا شبيه من بهائم ونزل إلى الحضيض من نفسه، النفس التي رفعها الله سبحانه وتعالى وأمر بتزكيتها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالأخلاق، زكاها بالعلم، زكاها بالتقوى، زكاها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وزكاها بالتفاته إلى أمور أخروية أكثر من التفاته إلى الأمور الدنيوية. هذا المؤمن هو الصالح الذي يرضى بلقاء الله سبحانه وتعالى ويفرح بلقاء الله، ومن فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، وحبط ما زرعوا. فعلينا جميعا أيها المؤمنون أن نهتم بإحياء هذا الدين وبإحياء الدين للأنبياء والمرسلين كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفكرون في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في أولادهم، إنما يفكرون في مرضاة الله سبحانه وتعالى ابتغاء ثواب الله وقربه عند الله سبحانه وتعالى، حتى صاروا من أهل الجنة، حتى بذلوا النفس والنفيس وكل مال يملكونه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. أقول هذا القول وقول الله يهتدي المهتدون وإذا أمروا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل العظيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لنا أجمعين في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتاب علينا وعليكم إنه هو التواب الرحيم. وجعل مقربنا إلى جناته جنات النعيم. أقول ما سمعتم فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي العين، كأننا نراها حتى إذا رجعنا إلى الأهل والزوجات والضيعات نسينا كثيرا من ذلك، كأننا لم نذكر شيء. قال له أبو بكر وهو المبشر بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له كلنا كذلك يا حضرة إذا كان هذا نفاقا وكلنا على هذا الحال. تعال لنذهب إلى الطبيب، إلى المعالج، إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه ما حالنا ما نحن عليه. فجاءوا أبو بكر وحضرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حضرة هو صاحب القصة، قال لا فقد حضرت يا رسول الله. ومن متى؟ قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، حتى إذا عاففنا الزوجات والأهل والضيعات يعني العبارات ومشاغل الدنيا والدكاكين وغيرها نسينا كثيرا مما كنا نذكر. فتنبه صلى الله عليه وسلم لفكرة هذا الرجل النبيل الذكي الذي يجعل هم آخرته أكبر من كل شيء. ما كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتت الدنيا وهي غاضبة، وما كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه جمعه وجعل الدنيا وجعل الفقر بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا باب الدنيا. ماذا أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا حضرة لو تدومون على ما تكون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم على فرشكم أو في فرشكم وعلى طرقكم. يعني لو تستمرون على الذكر وعلى الحضور كما تكونون عندي كان أصحاب رسول الله لما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير لا يرفعون رؤوسهم حتى يشكروا النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تدومون على هذه الحالة لصافحتكم الملائكة في فرشكم على طرقكم. يعني نزلتم أصبحتم ممن يتلقى الملائكة يرتفع من البشرية إلى الملأ الأعلى. ولكن يا حضرة ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لنفسك. ويفسرها الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام البذل تبلغوا استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا استعينوا القصد تبلغون. وهكذا صلى الله عليه وسلم يشهد أصحابه ويبشرهم بالخير ويبشرهم بأن يخففوا على أنفسهم ويأخذوا ما يستطيعون من الخير. يقول الغدوة والروحة يعني الصباح والمساء وشيء من الدنيا وشيء من قيام الليل، لا تكون ممن نام حتى يبور الشيطان في أذنه، لأنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل باب نام حتى استيقظ حتى طلع الشمس طلعت الفجر، بعضهم قال حتى ترك الفجر وبعضهم قال لا حتى أذن المؤذن في صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فكم من المسلمين اليوم وهم حمامات للشيطان وهم لا يعرفون، لأنه ينام إلى الفجر أو ينام حتى إلى أن يفوت الفجر، والله تعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهد الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركوا العباد، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون عن عامة المؤمنين. ولكن من ينام حتى تفوته صلاة الصبح فهو ليس معدودا ممن يباهي الله به ملائكته، ممن يقول الله للملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم ما بين الصلاتين العصر والفجر. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردين الصبح والعصر، لأن الصبح وقت الراحة وقت النوم، والعصر كذلك عند انصراف الناس من الأشغال الدنيوية وقت راحتهم يمكن يتساهلوا حتى تفوت عليهم الصلاتين المحبوبتين عند الله سبحانه وتعالى المشهودتين لهما لمن صلاهما في الجنة. فهذا الرجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكون عليه عندي وفي الذكر لزافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. فهكذا أيها المسلمون يريد من كل مسلم، يريده النبي صلى الله عليه وسلم ينبه لكل مسلم أن يكون هم الآخرة عنده وخوف الآخرة عنده وخوف الله سبحانه وتعالى وحسن الخاتمة أهم شيء عنده. لازم تسأل من الله حسن الخاتمة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وهل يقدر الإنسان أن يحمل نفسه على الموت على الإسلام؟ قالوا نعم. يتمنى على الله أن يزوده حسن الختام ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، حتى يكون من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويسأل الله دائما حسن الختام، ويحافظ على فرائض الله وعلى آداب الشريعة، ويجتنب عن المعاصي والمنكرات والفجور حتى يرضى الله عنه، فمن رضي الله عنه فله الرضا في الدنيا والآخرة. أيها المسلم أكثر من ذكر الله، حتى يقول المنافق إنك مجنون. أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار لك وللمسلمين آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرك الله بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم صلاة علي. وقال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد بن صاحب رحمة الله عدد ما في عند الله، صلاة وسلاما دائما لدوام ملك الله، وعلى آله وصحابته الأكرمين الطاهرين الأطهار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترك الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أقم عالم الجهاد، واقم أهل الشرك والفجور والعلاج، وارزق رحمتك على العباد يا من له الدنيا، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويذل فيه أهل المعصية والفجور، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلحنا وأصلح في صلاح صلاح المسلمين، اللهم لا تهلكنا وأهلكم في هذه صلاح المسلمين. اللهم ارفع عنا مكتك وغضبك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع عنا مكتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا في العباد والبلاد من الدنيا والبرك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أعبد لنا الزرع وأدب لنا الضرع، وأنبت لنا من أنزل لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن